الثاني من نوفمبر من عام 1856، تولى السيد ماجد بن سعيد بن سلطان حكم زنجبار حتى يوم وفاته في 7 أكتوبر من عام 1870. السيد ماجد هو الابن السادس للسيد سعيد بن سلطان، عرف برباطة الجأش، إلا أن المرض كان ملازما له. ورث عن أبيه مقاطعة كيزنباني في زنجبار. الثاني من نوفمبر من عام 1896، ولد في مومباسا الشيخ مبارك بن علي بن سعيد الهنائي. بدأ تعليمه في مدرسة لتعليم القرآن الكريم، ثم درس في مدرسة بوكستون، وهي من مدارس الإرساليات التنصيرية، ثم انتقل إلى المدرسة العربية الحكومية، والتحق بالكتيبة الثالثة لقوة بنادق ملك إفريقيا للخدمة العسكرية. وبعد الحرب العالمية الأولى عمل ممثلاً للجالية العربية لدى هيئة تحكيم الأراضي، ثم المساعد العربي للمفوض المقيم في مومباسا، كما اشترك في الحرب العالمية الثانية برتبة ملازم ثاني فوالياً على مومباسا. وكان على علاقة حميمة بالزعيم المصري سعد زغلول. وفي عام 1941 عين والياً للشريط الساحلي. حظي مبارك الهنائي بالكثير من الأوسمة، من أبرزها وسام ولقب فارس من مملكة بريطانيا. تاريخ الشيخ مبارك بن علي الهنائي حافل بالكثير من الإنجازات والتفاصيل، وقد توفي في 9 ديسمبر من عام 1959. الثاني من نوفمبر من عام 2007، تأسست جمعية الصداقة العمانية الكورية. الثاني من نوفمبر من عام 2008، ولمدة 3 أيام نظمت وزارة البلديات الإقليمية وموارد المياه المؤتمر الدولي الأول حول الموارد المائية وتغير المناخ بدول الشرق الأوسط وشمال إفريقيا. الثاني من نوفمبر من عام 2008، احتفل بافتتاح مقر جمعية هواة العود في الحيل الجنوبية بولاية السيب، وبذلك افتتحت الجمعية بصفة رسمية بدعم من جلالة السلطان المعظم لآلة العود وهواتها.